أول شيء شكرا ست زينة، لكن الله يرضى عليكي، بس توصل خليها تخبرني. مع السلامة. وين بدها تكون راحت هالبنت يا ربي دخيلك؟ الله يمضي هالنهار على خير. أبو العبد، يا أبو العبد، لك وين رحت أنت التاني؟ ولك أنت أعبشي، ما شفتني جاية من بعيد؟ عم تتمشاني مع صاحبك من نص الطريق؟ عم واخرس كمان؟ ليش هيك عم تطلع فيني؟ مو معقول شو قليل أدب؟ هلا تذكرتها، مو تتخانقت امبارح مع زاهر؟ ايه نعم يا ست، هو بزعته. شو المطلوب هلا؟ انا كيف بدي كمل طريقي هلا؟ والله لو بعرف ممكن ترضي تطلع على الحمار كنت قلت لك، بس على الاغلب اذا انت بترضي صاحب الحمار ما بيرضى. خاطرك شرف يا صاحبي. ايه لاما هيك قال لها؟ قليل أدب مو هيك؟ تعرف أنا شو كنت بعمل لو كنت محلها؟ شو؟ بخلي الحمار يجره ويمسح فيه الأرض. إلى أنه وقح. المهم اسمع، أنا كرمال المرحوم أبوك والأدمية أمك سكتت له، أنت بتعرف أنا شو فيني ساوي؟ أكيد، وانت بتعرفه قديش طايش وما بيحسبها. لاني بعرفه هي اخر مره بتحمل حيوانته، ويكون بعلمك انه البيك كان بده يقلعه ويقلعكم لو ما انا تدخلت عليه. روح ربي يخلي لي اياك، هي شغله ما لح نسالك اياها طول العمر. ليش نحن مين قلنا غير الله وغيرك؟ بصير خير بس بتفهمه لهالحيوان، لا عاد يكبر راس. اتركها علي هي. شرف، شرف البيك، صارت الدنيا الظهر وجاييني عم يتمختر. بدك الحقيقة؟ أنا سمعت أمي الصبا عم توصي على شوية حطب. صحيح، أمك وصته على حطب، بس أبصر شو إجا براسه، راح جابهم من الضيعة التانية. ولك عمر، هي الشغلات بتمشي عليك ما بتمشي علي أنا. كرمالي هدي وطول بالك. ها يا صاحبي كرمالي. ها يا صاحبي ها.